تنطلق أهمية منتدى مستقبل العقار في أنه يواكب التطلعات والتوجهات في الوصول إلى رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وذلك من خلال تطوير وتحسين أداء القطاع العقاري الذي يعد ركيزة أساسية في جميع القطاعات، حيث تعتبر المشاركة في هذا المنتدى ذات أهمية كبرى لأنها تعطي فرصة لنا وللشركات الزميلة والجهات الحكومية في التعبير والمشاركة لتذليل الصعوبات وتحقيق التطلعات. شركة رافن العقارية إحدى شركات مساس للاستثمار، وهي شريك النجاح الأول للمطور العقاري وصاحبة الحلول العقارية المتكاملة، حيث نمتلك في رافن العقارية فريق عمل على درجة عالية من التخصص والتنوع في الخبرات ونظام عمل شامل ومتخصص يجعل منها بيت الخبرة الأول لرفد السوق بخدمات نمطية الطابع استثنائية المستوى. لدينا مستقبل واعد ومشرق في القطاع العقاري، ومن أجل ذلك فإننا في رافن العقارية حرصنا على المشاركة في المنتدى من أجل المساهمة في تحسين البيئة العقارية. وكما قال سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: لأننا نسابق الزمن، لا نريد أن نتأخر، وفي نفس الوقت نريد أن نعمل بشكل احترافي وعالي جداً. ومن أجل ذلك فإنه تأتي مشاركتنا في منتدى مستقبل العقار، لأن العقار هو المستقبل.